الراديو زمان وزمان، سحر الماضي. رمضان، الملف ده مستعجل جدا يا اخويا، اركنه دلوقتي، انا عايز اخد تحسيله. ده الشاي يا استاذ رمضان. الدوسيه يا استاذ رمضان. المدير عايزك يا استاذ رمضان. استاذ رمضان، الملف يا استاذ رمضان. يلا يا استاذ رمضان. معاش. ايه يا جماعه، انا صايم. هو ما فيش رحمه؟ ده احنا في رمضان. رأفت فهيم في رمضان. في رمضان، رمضان. في رمضان. مساء الخير يا رمضان. اهلا يا عبد الله، اخرت ليه يا راجل؟ اسكت اسكت يا اخي، ده المدير زنقني. ده كويس قوي انك استأذنت. ربنا عالم بحالي. ها قول لي بقى، عملت ايه مع الصنيوره؟ ايه قصدك؟ يعني الصنيوره بتاعت امبارح. الله، وبيجرها؟ لقيتها يا سيدي، لقيتها وديتها شيك. هتلاقيها بقى انبسطت خالص. الا انبسطت، دي كانت هتطير من الفرح يا عبد الله. طبعا مش ابوها هيقبض قرشين كويسين. ربنا يفرج على الجميع يا سيدي، انت هتنقع الوليه كمان. تصور يا عبد الله، من فرحتها ما بقيتش عارفه تشكرني ازاي. ما بقيتش عارفه تشكرك ازاي. طب قول لي بقى، يا ترى شكرتك بقى وبس، ولا يعني بشبشتك؟ نعم، بشبشت مين؟ قصدك ايه يا عبد الله؟ انا بتاع رشاوي وتقول لي بشبشتك؟ امال ايه اللي خلاك يا سي رمضان مهتم بموضوع ابوها بالشكل ده؟ انسانيه يا اخي، هو ما فيش انسانيه؟ خلاص الانسانيه جبرت. انسانيه؟ انسانيه يا رمضان؟ والله جايز. ايوه انسانيه، هي انسانيه يا عبد الله. ده حتى انا اديتها شيك ورحت طاير من غير ما اشرب حتى كوبايه ميه. ميه ايه بقى اللي كنت عايز تشربها يا سي رمضان واحنا في رمضان؟ ايوه نسيت يا سيدي، انت هتصطادني. المهم هنفضل قاعدين عليها كده نبص لبعض وش في وشك كده ونرغي في كلام فارغ من غير فايده ولا ايه بقى؟ يعني هو زينا زي اللي قاعدين، ولا يعني عايزنا نعمل ايه؟ نتسلى بنور طاوله يا سيدي. الله الله الله، انت مش خايف لغلبك زي كل مره ولا ايه ده؟ طب ايه رايك بقى نلعب، واللي يغلي بيدفع ثمن المشاريب. ماشي ماشي رمضان، هات الطاوله يا صندوق. ايوه حاضر. هاي ورا عليك الدور يا عبد الله. خساره يا خساره، ده انت بقيت حريف اهو. لا وايه؟ الزنقني في خانه اليك. ايوه بس اياك انت تبطل بقى وتقول لي اغلبك. تغلب مين يا باشا؟ لا لا، تروح مني فين؟ انت تروح مني فين وتدفع المشاريب بعد المغرب؟ مشاريب ايه يا جدع انت تصدقت ولا ايه؟ رمضان احنا بنتسلى حبيبي، بنتسلى. طب قوم بينا يا اخويا، نقرا لنا جرنان ولا مجله؟ يلا بينا. ايوه حاضر، جاي. ايه جايز تاني؟ ساعه كنت على الباب يا سعاد. ايه يا رمضان، هو انت لحقت؟ طيب وسعي كده، وسعي. ومالك كده بتجري على المطبخ؟ اطمن اشوف عملت ايه. يا سلام. طيب يا سيدي غير هدومك قبله، مستعجل كده ليه؟ فاضل ساعة على المغرب لسه. اطمن اشوف عملت لنا ايه. الله يا رب. ايه ده؟ في ايه؟ الله 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 الله، ايه ده سؤال؟ فرخة دي؟ ايوه فرخة. مالها؟ مالها ومالها كده زي ما تكون جاية من السبق. على قد الفلوس يا سيدي. دي عندها انيميا. طب وفين شربتها؟ امال الشوربة فين؟ راحت فين؟ ايوه الله، اوعى تكوني اربعتيها. انا اشربها ازاي بقى وانا صايمه يا راجل؟ انا عملت عليها ملوخيه برضو مش بطال. ولو اني يعني مش شامم ريحه التقليه. هعملها قبل المغرب بشويه. ودي دي بقى صينيه كنافه يا عيني يا سيدي. وماله الشعب كده يا سيدي؟ لسه ما استوتش. طب وليه ما استوتش؟ علشان انبوبه البوتاجاز خلصت. وانتي امال هتصرف ازاي؟ هتعملي ايه؟ هعمل ايه يعني؟ هات فلوس ونبعت عثمان البواب يجيب انبوبه، على ميعاد المدفع ما يكون جاهز تكون استوت الفرخه. استوت؟ وفلوس ايه اللي انت عايزاها؟ وهجيب لك منين فلوس؟ تجيب منين ده ايه؟ الله، مش كان معاك بقيه الفلوس اللي انت استلفتها؟ ادي انت قلتي. كان فعل ماضي واتصرفوا. نعم، اتصرفوا في ايه بقى ان شاء الله؟ ده انت ما اشتريتش اي حاجه يا رمضان. اهو بقى ده اللي حصل، انت هتحاكميني ما معيش. الله، واللي ما معاهش بقى فلوس يروح القهوه؟ انا ما روحتش القهوه. أمال اتأخرت ليه لحد دلوقتي يا رمضان؟ أصلي عشان كنت ما تحاولش. أنا عارفاك كويس قوي، أنت رحت القهوة ولعبت وخسرت فلوسك كمان،
مش ده اللي حصل؟ فلوس ايه؟ وافرضي ده حصل هتقطع رقبتي؟ لا يا سيدي مش هقطع رقبتك، بس حرام كده عليك، حرام تبقى في رمضان يا رمضان وفي عز الظهر وتلعب قمار. وده اسمه قمار؟ دي مشاريب. امال اسمه ايه بقى اللي بتخسر فيه كل فلوسك؟ وبيتك واولادك محتاجين كل قرش. لا تسالي على مشاريب على واحد حلب على واحد مغفل. تسالي؟ نعم. في حاجه تسالي تخسر فيها فلوسك وتسيب بيتك من غير ولا مليم يا راجل؟ خلاص خلاص خلاص، مش لازم لا كنافه ولا لازم فراخ، خلاص اهي جت وخلاص نرميها يعني. امال هتعملي بيها ايه؟ اعمل ايه؟ هبعت عثمان يجيب انبوبه وبعدين ابقى حاسبه. اسم الله عليك يا سعاد، يا عيني يا مراتي يا عظيمه يا مدبره. امال اعمل ايه؟ او كده الافكار ولا بلاش، اما اخش بقى غير هدومي عشان اعمل السلطه اللي هي. يا سيدي يا ستي، وخلي كريمه بقى توضب الحاجه بتاعت الصلاه. ماشي. اتفضل يا استاذ، ادي البصل والطماطم والخضره. امال فين الخيار والفلفل يا بنتي يا كريمه؟ اصل ما فيش لا خيار ولا فلفل من ساعه ما خلصوا ما جبناش. بالذمه ده يبقى بيت ده؟ بالذمه ازاي يا سعاد عايزاني اعمل سلطه من غير لا خيار ولا فلفل؟ يا رمضان يا حبيبي اعمل بالموجود وخلاص، مش مهم الحاجات دي. مين؟ ازاي بقى مش مهم يا سعاد؟ خلاص خدي منه يا كريمه فلوس وهاتي اللي هو عايزه، يلا ما تديها. هو اللي عليك اسمه فلوس؟ الامر لله. حاضر امرك يا ست هانم، وكليني زي ما انت عايزه. وادي السلطه خلصت اخر تمام التمام، بس لازم بقى اطمن على حدقها. امال ايه ده؟ الله الحياة سعاد. الله الله الله، في ايه يا رمضان؟ في ايه؟ تعال شوفي جوزك وخدته. تصور يا سعاد اني بعد ما عملت السلطه حطيت عليها سكر بدل الملح. لازم افتكرت انك بتعمل مربى مش سلطه. ايوه انت بتضحكي عليها يا بنت كريمه. ما انت سبب القهوه، انت سبب يا بنت. انا سبب برضو يا استاذ. ايوه، عشان مش حاطه كل حاجه في مكانها وخليتيني خدت السكر بدل الملح. ما انا كنت لسه هروح المطبخ، انما حضرتك مستعجل. حصل خير، مش لازم سلطه خالص. ازاي بقى؟ امال الاكل هنبلعه ازاي؟ على كل حال هعمل غيرها. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله. وادي المدفع ضرب. ايوه بس السلطه ما اتعملتش. ما انت لو كنت جيت من شغلك على بيتك زي خلق الله كنت عملتها براحتك، انما تاخيرك واستعجالك ده كله لخبط الدنيا يا رمضان. كفاياكي بقى يا سعاد، كفاياكي بقى يا شيخه. ما تضايقيش خلقي اكتر ما انا متضايق، انا صايم. يا سلام. ايوه الصيام، الصيام الشماعة اللي كل واحد يعلق عليها غلطه، مش كده؟ يا من انت مظلوم يا رمضان مع اللي زينا. شفتي ادي انت قلتيها بعظمة لساني. اديني مظلومة. يلا بقى خلي كريمة توضب الفطار. يلا خليها بجملة يا سيدي، بجملة الوقت اللي بتضيعه ده كله. وبعدين معاها الست دي اللي هتضيعها. ولا بعدين ولا قبلين يا اخي. حضرتي السفرة يا كريمة؟ ايوه يا ست هانم اتفضل. ايه ده سفرة ايه دي بقى؟ دي لا فيها لا سلطة ولا كنافة. مستعجل على ايه يا سيدي؟ خليهم لبكرة. بقى ده اسمه كلام؟ بقى بعد ده كله تقولوا عليا اني غلطان؟ سامحني يا رب. رمضان. في رمضان. يا سنجة. ايوه جاي. في كرسي هنا يا واد يا سنجة. حاضر يا رمضان بيه، وادي الكرسي. لا مش كده، حطه في الناحية دي عشان اشوف اللي رايح واللي جاي. امال فين بس الاستاذ عبد الله؟ انا سبته في المكتب زمانه جاي. بس حضرتك بقالك كام يوم ما بتجيش القهوه بالنهار دي؟ ايوه والله. هعمل ايه اذا كنت ما بعرفش انام؟ قلت اجي القهوه احسن اتفرج على خلق الله. انا زي اللي قلبي كان حاسس، رشيت قصاد القهوه وخليت الشارع كله كانه بحر اسكندريه. برافو عليك يا سنجر. عن اذنك بقى اوضب القهوه على ما يجي الاستاذ عبد الله واجيب لكم الطاوله. ماشي. عن اذنك. ايوه جاي. على مهلك على مهلك يا ماما، على مهلك. تعالي من الناحيه دي بعيد عن الحته اللي مليانه ميه دي. انا عارفه يا اخويا مغرقاني الشارع كده ليه، الناس تمشي ازاي بس. معلش خليكي ماسكه فيا. ايوه كده، على مهلك قوي، على مهلك لحد ما تعدي من الحته المزنقه دي. بقى حد يعمل كده؟ المهم ان كراسي القهوه بلع الرصيف كله، انما تقولي ايه؟
الله اقول لك ايه، امسك ايدي يا مجدي، امسك ايدي قوي قوي. الله 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 كده 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 يا ماما وقعت. معلش معلش معلش، تعيش وتاخدي غيرها يا ست هانم، مش تمسك ايد ماما كويس يا ولد بدل ما تخليها تقع كده. لا الله الله الله، جرى يا استاذ انت، انت يا استاذ انت، ايه اللي بتقوله ده؟ نعم امشي يا ابا شعبان، امشي امشي. لعب عيال؟ لا ده انت زودتها قوي. امشي يا راجل قدام السعادة احسن. بقول لك ايه، امشي اتكل على الله، امشي امشي بقى. ده يعني بدل ما كنت تيجي وتساعد الناس عشان تقوموا ست كبيره اتزحلقت تقوم تقعد تتريق؟ ولا مالي اقومها، عرفها منين يا اخي؟ وهو يعني لازم تعرفها عشان تقوم تساعدها؟ وانا ايه اللي هيرد عليا اما اساعد واحده ما اعرفهاش؟ هي دي برضو المروءه والانسانيه. انت هتعلمني المروءه والانسانيه يا ولد؟ جرالك ايه ها؟ لا 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 لا، كمان بتضربني بالقلم؟ والله لا وريك شو. تعال بقى انا بعد هخرجك بقى، مش حسيب ولا في الاس. سيبني استاذ، انا مش حسيب ولا في الاس. لا 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 لا، مهما كان عمك والله انا لازم اخد حقي. عجبك كده يا سنجه؟ عجبك يا سنجة؟ ولد مفعوص يعمل فيا كده؟ كفاية بقى يا أخينا. الله الله، لحسن يخلص عليه. الله الله، معروف الفندية يعملوا معروف. طوعني يا واد، انت مش فاهم كده، أنا هخلص عليك يا ولد. أوريني شطارتك في الاسم، أنا وانت والقانون مش حسيبك إلا في الاسم. انت بتهددني يا ولد، يلا على القسم. اهدوا بالله يا جماعة. الله، وبلاش حكاية الاسم دي، دي الدنيا صيام. مش ممكن. سجوق يلا عليك. ايه سجوق دي؟ امي هو وقته. يلا يا سنجة على الاسم، يلا بينا. اخي يلا سجوق كمان. تعال يا ابني هنا، اقعد اقعد جنب الافندي. كتر خيرك يا شويش. اهو غير على الجرح يا شويش، ممكن ولا مؤاخذة نمشي بقى؟ نعم تمشي. ده ايه يا جدع انت، هي وكلة من غير بواب؟ خليك خليك مشرفنا شوية. مين اخوه؟ ايوه بس ده المدفع قرب يضرب. وانا كده هتأخر على البيت. وما كنتش عارف انك هتتأخر لما بتأذي خلق الله. اسكت انت يا شاطر. يا حضرة الشويش قصدي تعرف. اسكت خالص اسكت. انا ولا كلمة. قول لي يا شاطر، هي الاسعاف خياطة الجرح كام غرز؟ بيقولوا تلات غرز. تلات غرز مرة واحدة يا مفتري؟ مش حرام عليك تعور واحد زي ولادك بثلاث غرز؟ انا وانا كان قصدي الحقيقه يا حفصول. الحقيقه ما كانش قصدي. ما كانش قصدك، بس هو حصل. وعلى العموم لما يجي التقرير الطبي هنضمه للمحضر. محضر ايه؟ عجبك كده؟ الساعه 6:30 و10 دقايق، يعني 7 إلا 3، والمدفع ضرب. امال يعني انت كنت عاوزه ما يضربش؟ نأخره عشان حضرتك. يقولوا عليا في البيت ايه يا حفصول؟ زمانهم على نار دلوقتي. كويس كده، عجبك العطلة دي؟ مش انت السبب؟ انا السبب برضو ولا انت؟ يا انا برضو اللي قومتك من على القهوة علشان تعتدي عليا. وكان ايه اللي خلاك تمشي من قدام القهوة يعني والشارع مرشوش في الوقت ده؟ اما امرك غريب يا جدع انت، هو انت عايز تمشي الناس على كيف يعني؟ تكونش اشتغلت يعني ضابط مرور؟ مش قصدي يا عطلة. امال قصدك ايه بقى؟ انا قصدي ان الشارع كان غرقان مية مطرح الرش، ووديتك ست كبيرة ما كانش لازما وحتما تمشي فيه. وفر نصيحك لنفسك يا حاضر. حاضر يا عطسون، بس ممكن لما اخذ تمشينا بقى لحسن السحور هيخش انت علي. انت مكروب على ايه يا اخوي؟ يقول وراك الديوان ولا يعني العز بيهدر شؤونه؟ اصلي تعبت قوي. وما تعبتش وانت مشرف في القهوه في عز نهار رمضان ليه؟ لازم وحشته التريقه على عباد الله. ليكوا حق تقولوا كده. طيب ممكن يا حطصول ابعت اجيب فطار ولا مؤاخذه؟ فطار؟ فطار ايه اللي عايز تجيبه يا محترم؟ هو فيه غير العيش والحلاوه؟ زي بعض هو، بس حاجة تبل الريق وخلاص. طيب بس صبرك شوية لما أشوف لك حد من بتوع المصاريف يروح يجيب لك. يا حرصول أبوس إيدك، أنا حاسس إن هقع من طولي، أنا داي. شيء ما يخصنيش ما يخصنيش، واسكت بقى لحد كده. حسن إيه؟ يا واد يا حسن إيه؟ إيه يا شوي؟ إفتر وتعالى وطرايح على بال مفطر يا كمان. حاضر يا فندم. الساعة بقت كام يا حرصول؟ وبتسأل على الساعة ليه؟ معكش ساعة يا كان معاي، إنما يظهر والله أعلم إنها وقعت مني ساعة الخناقة وما حسيتش بيها. كع بقى تمن واحده جديده. ليك حق تتريق اكتر من كده. امال انت عايز بس اللي تتريق على الناس؟ ايه ده، الناس دول بيضحكوا على ايه؟ يضحكوا عليا ولا ايه؟ صار انهم فاكرين انك من ضمن الكوبانيه. كوبانيه؟ كوبانيه ايه يا حصول؟ يعني ما تعرفش هي ايه الكوبانيه؟ قول له يا شاطر انت.
ما هو في الحقيقة انا برضو معرفش كده هو. طب انا اقول لكم قولي حتصل. الكوبانية دي هي اللي بتضم المسجلين الخاطرين على الامن من ارباب السوابق. مين؟ ايوه زي الحرامية والنشالين والمهربين وغيرهم وغيرهم. تحب بقى يا حضرة تبقى من انهي فصيلة؟ فصيلة اكلة اللحوم، فصيلة الشويش. انا راجل مهذب، راجل محترم. ايوه انا عارف انت هتقولي. ولما انت محترم يا محترم نعم. كان ايه اللي خلاك تشرف عندني؟ شيطان بقى يا حرصول. يا حضرة الشويش، يا حضرة الشويش. ماما ايه اللي جابك دلوقتي؟ قلقت عليك يا ابني، المدفع ضرب من الصبح وتأخرت قوي. هي دي يا شاطر الست والدتك؟ ايوه حضرة الشويش. بالذمة مش حرام عليك؟ اني مش حرام عليك تتريق على واحدة ست كبيرة قد والدتك؟ اللي حصل بقى حلصول. على كل حال يا ابني انا مسامحاك وعفى الله عما سلف. يلا عفى الله عما سلف. بعد ايه يا استهاني؟ بعد ما بهدلتوني ووديتوني الاسم. الو ايوه انا شاويش مرسي. ايوه اسمه رمضان عبد السميع رمضان. نعم يا حتصور. اخلص انت يا جدع. لا مش انت. ايوه كده. طيب مع السلامه. في ايه يا شاويش؟ المكالمه دي عشاني؟ ايوه يا سيدي، المكالمة دي بخصوصك. وقالوا لك ايه عنه يا شاويش؟ بكل اسف طلع انه ما عندوش ثواب. الحمد لله صدقته. شفتوا انكم ظلمتوني ازاي؟ انت اللي ظلمت نفسك يا ابني مش احنا. يعني ممكن امشي دلوقتي يا حصول؟ ممكن ومش ممكن. يعني ايه ممكن ومش ممكن؟ يعني ممكن تنصرف يا سي رمضان اذا تم الصلح بينكم. انا من جهتي متنازل عن حقي. مش مهم انت. نعم المهم المعتاد عليه. شوف يا ابني، ان كان على ابني هيتنازل، بس يا حضرت انت غلطان بقى بعد ده كله وتقولوا علي غلطان. سامحني يا رب. رمضان. في رمضان. انت جيت يا رمضان؟ الحمد لله على السلامة. ايه اللي جابك بدري قوي كده؟ اعملي معروف يا سعاد، سيبيني في حالي. اسيبك في حالك ده ايه؟ المدفع ضرب بقاله يجي 4 ساعات يا راجل. انت كنت فين لحد دلوقتي؟ كنت مطرح ما كنت. نعم مطرح ما كنت ده ايه؟ هي الحكايه سايبه؟ وبعدين بقى اعملي معروف ما تضايقيش خلقي اكتر ما انا متضايق. الحكايه ايه؟ خدوهم بالصوت ليغلبوكوا ولا ايه بالظبط؟ انت لازم تقولي كنت فين وفطرت فين. فطرت عقبال ما تفطري زي. لا يا شيخ، عايز تفهمني انك ما فطرتش لحد دلوقتي. ها انت كنت معزوم عند مين؟ وبعدين بقى وفطرت ايه؟ ما بتردش ليه؟ الله، الاكل كبس عليك مش مخليك قادر تتكلم؟ ها؟ بالذمة مش حرام عليك يا راجل تروح تفطر عند اصحابك وتسيبنا من غير فطار لحد دلوقتي؟ طب كنت تقول انك هتفطر بره وتتاخر. يا ست ما فطرتش والله العظيم ما فطرت. هي الاقسام فيها افطار. ايه اقسام؟ اقسام ايه كفل الشر؟ ايه حكايتك يا رمضان؟ حكايتي ببساطه، كنت محجوز في الاسم. سرحتي. ايه يا فضحتي ليه يا رمضان؟ عملت ايه؟ ما تتكلم يا راجل، ايه الحكايه؟ هحكيلك بس بعد ما استريح. هي حصلت يا رمضان؟ حصلت انك تتحجز في الاسم؟ اهو ده اللي حصل يا ستي سعاد. هتعملي لي قضيه انت اخرى بقى ولا ايه؟ طب وايه اللي خلاك تعمل كده من اصله؟ ما تقعدش في حالك ليه بس؟ ما انتش عايز تساعد الست الكبيره لما اتزحلقت على الارض؟ يبقى اقل ما فيها ما تتريقش عليها، والاخر كمان تضرب ابنها وتعوره؟ ترضى انت ان حد يضرب ابننا حمدي ويعوره؟ فشل للي يمس شعره منه اوديه في 60 دقيقة. لك حق، ما انت بقيت رد اقسام. قوم يا اخويا تشطف وغير هدومك، يلا على ما سخن لك لقمه تاكلها. في الحقيقه انا مات من الجوع يا سعاد، انما ماليش نفس. اهو تغير ريقك والسلام على بال ما تستريح. على رايك. طيب اعملي لي لقمه. يا ست عنايات، يا ست عنايات. ايوه يا استاذ خيري. هو الاستاذ عندك؟ لا والله، ده خرج من شويه ولسه ما جاش. ليه؟ خير يا استاذ خيري؟ اصل في واحد اسمه شكري افندي عايزه على التليفون وبيقول ان عايزه ضروري. كتر الفي خيرك، انا هنزل اكلمه يا اخويا حالا. ايه ده الراجل ده بين ده للست دي ليه؟
شيء غريب والله. واحنا مالنا يا رمضان؟ احنا مالنا يعني ايه؟ بدي بقى اللي تحيا كمان. استغفر الله العظيم، انت اول سميتها اللي تحيا؟ ايوه اللي تحيا وستين اللي تحيا. كل ده عشان واحد على التليفون عايز جوز الست عنايات والاستاذ خيري نده عليهم. وانت تصدقي الكلام ده برضو يا سعاد؟ يا لطيف يا رب، ما صدقوش ليه بس؟ اصلك ما تعرفيش حاجه بقى، الراجل اللي اسمه خيري ده شافني وانا جاي تعبان ومش قادر احرك رجلي. طب وماله؟ وماله وماله يعني ايه؟ انت قلت لحد ان انا ما جيتش ساعه الفطار يا سعاد؟ لما انت اتاخرت سالت عليك عند اصحابك من تليفون الاستاذ خيري. شفتي الحكايه بنت لبتها؟ تلاقي حضرته نده للوليه اللي اسمها عنايات عشان يحكي لها من طقطق لسلام عليكم، ومن عارف يمكن عرف كمان ان انا كنت مشرف الاسم. بقى ما هو اللي على راسه بطحه بيحسس عليها. تعرفي يا سعاد لو كان الموضوع كده هبهدلهم هما الاثنين وهخلي ما يشتري يتفرج عليهم رمضان. انا هقوم لهم. رمضان اقصر الشر واقعد كل يا رمضان. وانا هاجي نفسي اكل وناس زي دول هيعملوا لي تسليتهم؟ مش ممكن، لازم اعرف ايه الحكايه. كتر خيرك يا أستاذ خيري. العفو يا ستي، كتر خيري على إيه بس؟ تعرف يا أستاذ خيري لو الموضوع ده ربنا نصرنا فيه هنفرق شربات إن شاء الله. 100% هينصركوا بإذن الله. مش هينصركوا ليه؟ من بقك لباب السماء. بس المهم ما تقولوش لحد لحسن صاحبنا إياه يشم خبر ويعمل احتياطاته. اطمن خالص، دي المفاجأة هتخليه مش عارف راسه من رجليه. إلا على فكرة ما حصلش أي اتصال بينكم وبينه من نهاريها؟ ولا اتصال ولا كلام. احنا مالنا وماله؟ أيوة. قال على رأي المثل صباح الخير يا جاري، قال انت في حالك وانا في حالي. ما هو الاشكالات اللي زي دي الواحد يتجنبها احسن، وخصوصا لما يكون انسان مغرور وصلت اللسان وفاكر نفسه احسن من الناس كلها. وعشان كده تملي يخانق دبان وشه ويعمل مشاكل مع خلق الله. اتفضل يا اللي بتخبط، الباب مفتوح. ايه الحكايه يا جيران الهنا؟ مش عيب عليك. الله 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 الله. كمان ايه يا استاذ رمضان؟ ايه حصل ايه تاني؟ وكمان بتقولي حصل ايه تاني يا بجحت؟ يا استاذ رمضان، يا استاذ رمضان ليه الغلط بس؟ خلاص خلاص بقى مزاج عند سعادتك كل ساعه والتانيه تعمل لنا مشكله زي الفتوات بتوع زمان وارباب السوابق. شفت بقى ادي انت قلتها. قلت ايه يا اخي وعدت ايه؟ حرام عليك يا اخي تتهجم على الشقق وتطول على اللي فيها كمان. انا حر ولازم اعمل كده عشان اكشف الناس اللي ما عندهمش حياة زي حضراتكم كده. كفاياك بقى لحد كده، وتفضل بقى من غير مطرود يا سيد رمضان. هي فيها مطرود؟ عجبك كده يا خيري بيه؟ بقى لحضرتها سلطة عشان تطردني من شقتك؟ ما انت تصرفاتك يا اخي مش كويسة ابدا. انا اللي تصرفاتي مش كويسة يا افندي يا مبجل يا محترم؟ ايش حالي ما كناش في رمضان؟ يا سلام، ما تقول لروحك يا سي رمضان. اقول لروحي ايه؟ اقول انكم عاملين تنهشوا في سيرة الناس في غيابهم؟ انت مالك يا اخي؟ امال اللي بنتكلم عليه يا اخي؟ سبحان الله فيك يا رمضان، وانت ايه اللي حشرك؟ مش عارفين ايه اللي حشرني؟ عشان حضرتكم بتتكلموا علي، عاملين سهرياتكم، ما بقاش عندكم حاجة تتكلموا فيها غير رمضان واللي حصل لرمضان. احنا جبنا سيرتك يا راجل انت. ايوه 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 ايوه، خش في علبي خش. يلا. ده انا سامعك يا راجل من ساعة ما ندهت عليها وحسيت انك هتقول لها عليا. وهيقول لي عليك ايه بقى؟ ايوه يا اختي استعبطي استعبطي. وايه اللي حصل لك بقى عشان اقول لها عليه؟ ليه بقى؟ انت مش شايفني وانا جاي من شوية من الاسم؟ اسم؟ اسم ايه يا رمضان؟ لا يا شيخ. ايه كلوني انتوا الاتنين. عايزين تفهموني انكم معرفتوش عني حاجة وان كنت معجوز في الاسم من ساعة العصر لحد دلوقتي. وايه رأيك بقى ان انا معرفتش الا منك دلوقتي؟ ومع ذلك احنا مالنا ومالك يا اخي؟ يحجزوك في القسم يحطوك في اللومان ده شيء ما يهمناش. طبعا طبعا، ما انت بتفرحوا بتفرحوا قوي في البلاوي اللي بتجيني، وعشان كده عاملين سهرياتكم. امال بالذمه مش عيب عليكم؟ بالذمه دي جيره يا عالم. يا عيب على اللي ما يعرفوش العيب. قصدك ان انا اللي ما اعرفش العيب ولا ايه؟ امال اللي بيتجسس على الناس ده يبقى ايه؟ انا اللي بتجسس برضو. امال اللي عملته ده اسمه ايه؟ اتقي الله يا شيخ. خلصت الحفلة بتاعتك؟ جرائي يا سعاد، جرائي انت كمان. وكمان بتسأل جرائي يا راجل؟
يا راجل حرام عليك، كل ساعة والتانية فاضحني وسط سكان العمارة. أنا اللي فاضحك برضو؟ تكونيش عايزاني أسمعهم وهم بيتكلموا عليا واسكت من غير ما أوقفهم عند حدهم؟ إيش عرفك بس إنهم بيتكلموا عليك أنت؟ أما الندى على عنايات بالذات لي، مش لأنه عارف إن في بيننا وبينها خلافات؟ ويا ترى قالوا لك إنهم بيتكلموا عليك؟ وما يضروا، كنت بهدلهم، كنت أخلي اللي ماشي يتفرج عليهم. المهم الواد حمدي فين؟ هيكون فين؟ في أوضته بيذاكر طبعا. طيب اندهولي اندهولي. عايز منه ايه؟ عايزه يتصنط لي على خيلي ده ويشوف بيقول ايه اللي سمعنيات. طب ما تطلع انت احسن. معقول اطلع تاني وانا لسه متخانق معاهم؟ انت ما عندكيش عقل ولا ايه؟ اطلع ازاي؟ اهو حمدي جه اهو. يا حمدي. ايوه يا بابا، ايوه يا بابا، انا سامع كل حاجه واسف. اللي انت عاوزني اعمله ده حرام، ولو كنت وافقت كمان انا همنعك. حرام وستين حرام، عيب عيب تطلب من ابنك طلب زي ده يا رمضان. انت غلطان غلطان بقى بعد ده كله وتقولوا علي غلطان؟ سامحني يا رب. رمضان في رمضان. سكت لي يا رمضان. وعاوزاني اقول ايه؟ مش تقولي الحاجات اللي انت عايزها دي كلها هنجيبها بايه؟ بالفلوس طبعا. طب ايدك على الفلوس. ايدي انا؟ الله، ايوه ايدك انت، امال ايدي انا؟ تقصدي انك يعني معكيش فلوس؟ انضف من الصيني بعد غسيل. لا صيني ولا ياباني، بسيط. وايه يعني؟ بقولك ايه، اندهيلي على البيت الكريمه. كريمه ما تسيبها يا اخي، خليها تشطب شغل البيت. يعني هو شغل البيت اهم من الفطار؟ احنا هنشتغل. مش اهم ولا حاجه، بس يعني هي من غير بسبسه. يبقى خلاص اندهالي يعني اندهالي. انت مالك انت؟ يا ساتر. حاضر حاضر حاضر. كريمه تعالي يا كريمة. بنت يا كريمة، بنت يا كريمة، أنا حضر الالي. أنت يا كريمة. أنا هو يا أستاذ. أنت هو إيه ده؟ أنت نزلتني ليه يا كريمة؟ يا كريمة أنت فين؟ تعالي هنا، خدي خدي اللي هم. بقولك يا بنت. نعم. أنت عارفة الحاجة زكريا البقال؟ أيوة عارفاه. هكتب لك ورقة تديها له، واللي يديهولك تجيبيه وتديه للست. حاضر يا أستاذ رمضان. فين الألم؟ الألم فين؟ الحمد لله. ايه بتكتب له ايه؟ يا ستي صبرك عليا، اصبري، انت دايما متصربعه كده. مش اعرف بس ايه اللي بتكتبه يا رمضان. قولي يا بنت كريمه. الورقه اهي، توصلي للحاج زكريا وتديها له في ايده. تديها له فين؟ في ايده، فاهمه؟ ايوه فاهم. ولو ما لقيتوش ارجع؟ هتنقي ترجعي ازاي يا بجم؟ امال هنفطر طوب؟ مش تقول لها تعمل ايه لو ما لقيتوش يا رمضان؟ تفضل مستنياه لحد ما يرجع. تعرفي لو جيتي من غير ما تجيبي حاجه ها هعمل فيكي انت عارفه. هي ذنبها ايه بقى؟ طب افرض انه ما ادهاش. ازاي بقى ذنبها ايه؟ لازم تجيب، انت فاهمه؟ لازم تجيب الحاجه، لازم تجيب الحاجه اللي قلت لك عليها. حاضر حاضر. روح بس روح. لما اخلص توضيب الشقه. طب يلا اجري يا كريم. تقدر تقول لي انت كتبت له ايه وطلبت قد ايه؟ طلبت 10 جنيه، كل جنيه ينطح جنيه، ويا دوبك يكفونا لحد ما نقبض. طب بس 10 جنيه عايزهم يكفونا لاخر الشهر؟ ده لسه اسبوعين يا رمضان. ما تسيبك من شغل الفيونكات دي، لازم تعقديها يعني. انا اللي بعقدها؟ دي الطلبات اللي انت عايزها النهارده بس، هاتلها في العشرة جنيه بحالها وترجع تستلف تاني يا رمضان. مش احسن ما احرم نفسي واحنا صايمين يا استهانم؟ انا قلبي عليك يا اخي، انت حر. انا حر؟ اهو كده صح، تريحي نفسك وتريحيني. طب ويا ترى اتحججت بايه بقى؟ قلت له ان المحفظه بتاعتي اتسرقت امبارح. حلوه دي يا سعاد. حججه حلوه عليك. وعشان كده عايز الفلوس دي على بال ما ادبر نفسي. تدبر نفسك؟ الله الله يا سعاد. انت بتتريق عليا ولا ايه؟ تسمح انت تقول لي صيام ايه اللي انت صايمه ده؟ ماله صيامي بقى؟ مش عاجبك صيامي؟ لا طبعا مش عاجبني، عشان مش مقبول. انا صيامي مش مقبول؟ ايوه مش إيه مقبول. ايه الكلام الفارغ بتاعك ده؟ هي حصلت لحد كده سؤال؟ امال الكذب ده تسميه ايه يا رمضان؟ كمان بتقوليها في وشي انا كذاب يا سؤال؟ مش عيب تقولي مش عيب تقولي على جوزي كذاب؟ مش هي دي الحقيقه؟ انت اتسرقت محفظتك يا راجل؟ امال عايز انا اقول له ايه عشان يرضى يديني؟ قول له انك معذور وخلاص، من غير ما تكذب وانت صايم. يا عيني. طب وما ادهاش؟ يبقى مش ضروري، نمشي على قدنا، وفقر بلادين هو الغنى الكافي. خلاص نمشي على قدنا. بنت يا كريمة، يا كريمة. أيوة يا أستاذ. أيوة يا أستاذ. تعالي هنا، فين الورقة اللي اديتها لك؟ اتفضل اهي. هاتي. اجري اجري انت بقى اجري. تسمحي بقى تقوليلي هتفطرينا ايه؟ سيبني بقى اعمل اللي اعمله على قد الحال، بس اوعى اوعى يا رمضان تكذب تاني، ولا نسيت اننا في رمضان؟ غصب عني غصب عني.
الساعة بقت 10 إلا 5 يا عالم. طب اجري بقى شغلك. صبرك عليا لما افكر في حجة اتحجج بيها للمدير. طب الخيبة تاني يا رمضان. تاني وتالت انا ورايا حاجة اعمل ايه بس يا عالم؟ الواحد لسانه غصب عنه. طب اجري بقى اجري اجري شغلك. مع السلامة. صباح الخير يا جماعه. صباح النور. كل سنه وانت طيب. وانتوا طيبين. انما قولوا لي ايه العفره دي كلها؟ اصل كنت بنفض يا استاذ. يعني ما حبكش تنفر غير دلوقتي يا فوزي؟ هو انا وقت تنفيض يا راجل ده اصلا ايه وفصل ايه يا بني ادم؟ يا ساتر، هي دي اعمال دي يا فوزي؟ ما يحبكش التنفيض يعني الا بعد الموظفين ما ابتدوا يجوا. مش تعرف قبل ايه اللي حصل يا سي رمضان؟ وعايز نعرف ايه يعني؟ واحد ماسك المنفضه واقف على المكتب ومعبق الدنيا عفار، هيكون بيعمل ايه يعني؟ ما هو لكل شيء سبب يا استاذ رمضان. هيكون ايه السبب غير انكم ناس مستهترين ما بتدوروش على وقت العمل؟ فاكرين فكه فاكرين رئيسه؟ حرام عليكم يا عالم. امال اسيب المكاتب والدوسيهات معفره؟ ويجري يا اخي يجري لما تنفض بعد ما الموظفين تخرج يا اخي، مش يبقى احسن واريح؟ معاك يا فوزي افندي. بدل ما تعمعنينا بالشكل ده اشتغل ازاي؟ انا اشتغل دلوقتي ازاي؟ نحلل القرشين اللي بنقبضهم ازاي؟ فهموني. معلش يا استاذ رمضان، حقك عليا، الدنيا صيام، ما تضايقش نفسك. خلاص 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 بقى يا رمضان يا اخي، اجري انت يا فوز، اجري انت دلوقتي اجري. يا ساتر يا عبد الله، ده انا ما شفتش بجاحه وقله ذوق وانعدام ضمير زي كده ابدا. هو جرى ايه بس يا رمضان يا اخي؟ ما خلصنا بقى، هو ما حدش صايم غيرك اصلا؟ ما احبش الحال المايل، لازم كل واحد يرضي ضميره ويؤدي عمله على الوجه الاكمل. قول لي الاول ايه اللي اخرك؟ وصاحبنا جه من بدري وسال عليك. يا نهار مش فايد. قلت له ايه يا عبد الله؟ قلت له انك جيت من بدري بس رحت الحمام عشان معدتك تعبانه. برافو عليك، ايش عرفك؟ ده انا من بعد السحور في الحمام ما صحيتش الا الساعه 7 الصبح ولقيت نفسي جوه. اهو كده ابو عدن داري على بعض. ايوه عملت ايه؟ عملت ايه في الامضه؟ خليها تصبيقه. امضه ايه؟ زي العاده مضيت بدالك. تعيش يا ابو زمل، تعيش يا زميل الهنا. المهم نعم، انا عايز اجيب لك الملف اللي انت ايه ركنته من امبارح. يا راجل دلوقتي انت هتنكد علينا؟ خليه شويه لما اتكلم في التليفون مع البيت. يا فوزي بيت ايه يا رمضان؟ انت مش لسه جاي من البيت؟ اعمل معروف يا عبد الله، اعمل معروف، كل واحد عارف مصالحه. يا فوزي هات الدفتر بتاع اليوميه اللي خدته دلوقتي. الو. ايوه يا سعاد. هات الدوسيه. مين؟ رمضان. رمضان مين؟ يا سعاد جرالك ايه؟ رمضان جوزك يا فوزي. اه هو في رمضان تاني ولا ايه؟ الله يجازيك يا سعاد. تعرفي انا من ساعة ما سبتك وانا عمال افكر في الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه الصبح. ها؟ اه طبعا. مين؟ ايوه، ما انت عارفه ان مزاجي الوحيد في رمضان هو الاكل يا سعاد، وعشان كده فكرت في حكاية خلينا نعمل كل اللي نفسنا فيه. فكرت في ايه؟ هقولك. ايوه هقولك، ما تستعجليش. مع السلامة بقى بعدين يا سعاد. يا فوزي. يا استاذ رمضان. يا فوزي. يا رب ياض. فوزي. ايه ده يا رمضان؟ هات التوصيل. نص ساعة كلام في التليفون مع البيت، ده انت لسه جاي يا اخي منه. أرجوك يا عبد الله ما تتدخلش في الشؤون العائلية. رمضان. نعم. رمضان انا قلبي عليك. قلبك عليا ولا قلبك على الحكومه يا اخويا؟ امال هم عاملين لي تليفونات في المكاتب ليه؟ مش عارف عاملينها ليه؟ عشان الشغل. واشتغل ازاي اذا ما كنتش اطمن على بيتي واهل بيتي واشوف عاملين ايه واطمن؟ بقول لك ايه شوف. نعم. بقى انت عندك شغل متاخر من قبل رمضان والساعه داخله على 12 وحضرتك لسه ما عملتش اي حاجه. خليك في نفسك احسن لك يا عبد الله. بقول لك ايه، جرايدك ايه النهارده؟ ها جرايدي؟ هي جرايد كل يوم. ما جبتش مجلات؟ لا 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 لا، انا ما بجيبش غير جرايد. يعني هنقضي الوقت من غير مجلات؟ ده ايه العكنانه دي؟ دلوقتي ربنا يفرجها عليك بمجله ولا روايه ولا انت عارف انا دلوقتي ببقى لازم وحتما ولا بد ان انا اسلي وقتي بمجله بروايه. الوقت هيبقى ممل قوي من غير المجلات، ولازم الشقاني اللي زي حالتنا يسلي نفسه بحاجه كده ولا كده، يقرا لحد الساعه 2 وبعدها يعني لغايه الساعه 2. الله، يعني انت بقى ان شاء الله مش ناوي تشتغل؟ اشتغل ايه يا عم وانا صايم؟ الله، جرالك ايه؟ لا انا صايم تقول لي اشتغل؟ حد يقول كده يا راجل؟ الا اشتغل ايه بقى بعد ده كله تقولوا عليا اني غلطان؟ سامحني يا رب. رمضان. في رمضان. لما اشوف حد بقى ابن حلال معاه مجله ولا حاجه يا فوزي.
ولا فوزي؟ ايوه استاذ رمضان. رمضان افندم. وعيت عينك تشوف لحد معاه مجله ولا حاجه؟ اي مجله؟ حاضر دقيقه واحده اهو كده قبل عيني ما تغفل. والنبي يا ابني والنبي يا ابني قول لي. ايوه يا ست، عاوزه ايه؟ من فضلك اعمل معروف يا بنتي، فين الحسابات بتاعت المعاشات؟ هنا يا ست، ينسى الخدمه. انا عايزه اسال عن موضوع المرحوم ابني عند الافنديات اللي جوه. مستني هنا جنب الباب لما استاذنك. حاضر. استاذ عبد الله، استاذ رمضان، في واحده ست كبيره بتسال على موضوع لابنها. موضوع ايه يا فوزي؟ انت ما كلهاش نظر، مفيش حاجه يعني، انت مال الشغلانه اللي احنا تشمنا فاضيين يا اخي؟ دي ست كبيره. معلش يا ابني، كبيره ولا صغيره هنعمل لها ايه؟ كلها مش فاضيين، عدى علينا بكره عندنا لجنه تيجي بعد العيد. الصعبه يا اخي، تعالي بعد العيد يا ست. انت يا ابني مش عاوز تطمني؟ انت برضو دخلتي يا ست. انت يا ست اخرجي بره، ما تجيبيناش وجع الدماغ. والنبي يا استاذ، المرحوم ميت بقاله 9 أشهر وما قبضناش ولا مليم لحد دلوقتي. قول لي يا عبد الله، اسمه ممثل مشهور قوي، تعبني قوي في الكلمات المثقفه. بعدين يا ستي انت، الله، انت مالناش شغلانه دي، تعالي بعدين. مع السلامه يا اخي. بقول لك يا عبد الله، اعمل معروف، احنا بعنا عفش البيت حته حته وما بقاش معانا حتى مصروف الاولاد. وانا هعمل لك ايه انت واولادك؟ اصرف عليكم. بس خلص لي الورق طيب اللي عندك. اعرفك ان عندي ورق. مين قال لي؟ الله، ما يكونوش عينوك مراقبة علينا. لا يا حبيبي، الجماعة اللي بيوزعوا الورق على المكاتب هم اللي قالولي. من كدابين ما تصدقهمش. وعلى العموم لو كان عندي صحيح وإيدي عطلت فيه هخلصه على طول. اتفضلي، مع السلامة بقى. الله. اتفضلي بقى يا ستي، ما تعطليش الأستاذ. بعدين تعالي، بعدين تعالي. ما تصدقوش، مع السلامة. وعلى العموم لو كان عندي ورقة قلت لك هشوفك. تعالي بعد العيد يا أخي، تعالي بعد العيد. تعالي بعد العيد، أصل رمضان أفندي وقته ضيق. ربنا يخليكوا يا ابني، كل سنة وأنتوا طيبين. وأنت طيبة يا أختي، قلت لك تعالي بعد العيد. السلامة. يا با يا أخي بقى، يا أخي إيه؟ خلاص خلاص بقى، الكلمة الطيبة صدقة. واحنا يعني في رمضان دي بلاوي يا اخي. دي انا بقرف امانه الله، وبعيد كلمات متقطعه تعباني اقولها بقى. انت تقول لي لا، انا صايم يا اخي، انا صايم. هو انت صايم لوحدك بقى؟ يلا ما خلاص بقى يا اخي. والله حاجه غريبه، الواحد ما يعرفش ينام شويه في المكتب، ما يعرفش يقرا مجله. يا ساتر، ده الضمير انعدم، الناس ما بقاش عندها ضمير. وانا فوزي، يا فوزي. ايوه يا استاذ رمضان. تعالى قول يا ابني، المجلات اللي قلت لك عليها فين؟ حالا يا استاذ رمضان، هسال عليها. لسه هتسال يا اخي؟ اتق الله، حلل ميتك. يا استاذ رمضان، يا استاذ يا استاذ رمضان، استاذ رمضان، اما في واحده ست بره. فين يا ولد؟ انما ايه؟ مين؟ على الفرازه. إيه؟ عايزه تقابل حضرتك بالذات. تقابلني انا؟ ايوه. ما قاليش اسمها ايه يا فوزي؟ ايوه، قالت بتقول اسمها اقبال. اقبال؟ ايوه 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 ايوه. خليها تخش، خليها تخش، مستنيه. ولا روح امشي. هي اللي زي دي عايزه استئذان يا بني ادم. روح يا ولد. اياك بقى، دي صاحبتنا رمضان اللي اخر موديل. ايوه وفيها. اهلا وسهلا. بونجور. اهلا 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 اهلا. اتفضلي استاذ عبد الله. استاذ عبد الله، الهانم جايه لي انا. والله اذا سمحت، لان ده موضوع عندي انا. فضل استريح ساعتك. حاضر. يبقى الهانم اتفضلي. يا اهلا وسهلا. لا لا لا، مؤاخذة، استريح هنا على الكرسي الجديد ده. ميرسي خالص. يا عيني، شايفه قلتي ميرسي؟ ايوه. اسمعها تاني. عبد الله فني، خليك في حالك. والله ميرسي. في حاجه بت لا ما في ده. عبد الله فني على طول. لا معلش، ربنا يستر. ميرسي قوي. الله يسلمك. بقول ساعتك تأمري بايه؟ سخن شائع؟ لا 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 حول ولا قوة إلا بالله. في حد هتطلع روحه؟ لا ربنا يتولاه. جايز؟ طيب، مفيش داعي بقى. ازاي يا فندم؟ ازاي مفيش داعي؟ ده احنا يعني في الخدمة. ده سيادتك مغرقانا بكرمك، ده كرمك الوفير. هنوديه فين ولا فين؟ دي حاجة بسيطة يا استهانم، هنشرب سوا جنزبيل. يا فوزي. أيوة أستاذ رمضان. يا فوزي. أيوة. لا روح، أنت مش عايز حاجة. حاضر. أهلا وسهلا الحبة. يا ولد يا فوزي. أيوة أستاذ. أنت مشيت ليه يا بني آدم؟ أنت اللي ساعتك قلت لي امشي. الهانم تحب تشرب ايه؟ ممكن والله عصير ليمون. يا عيني على التنقية، يا عيني. شوف الفيتامين يا ولد يا فوزي. ايوه يا استاذ. اليوم اتنين احنا في رمضان. اسف يا استاذ رمضان، مفيش ليمون. دي فرصة نشرب سوا. مفيش ايه؟ مفيش ليمون. طب خليه ليمون. ما هو مفيش ليمون. مش عارفك يا بني ادم. ايوه روح اسال بس. مش لو انا حاضر يا استاذ. اسال ايه يا رمضان يا اخي؟ اسال ايه؟ انت ناسي ان احنا في رمضان؟
احنا في رمضان والبوفيه مقفول. اه والله صحيح يا عبد الله فندي، انا نسيت يا ساتر، فاتت عليا دي. طب تحبي ابعت اجيب حاجه من بره؟ لا لا ميرسي قوي، كتر خيرك. كتر خيري انا ولا كتر خيرك انت يا سيدي؟ بس ممكن والله اعرف دوسي معاش بابا جه تاني لحضرتك. بابا مات الله يرحمه. ما حدش قال لي تعيش وتفتكر. لا حول الله، والله زعلتيني. يا واد يا فوزي، لا خلاص مش عايزك. طبعا استني ملف ده، ملف واللي جاب الملف ده ليه وخلص كمان. ياي متاكد حضرتك؟ انت متاكد؟ الله، امال كنت هتكلم بحضرتك وموضوع حضرتك اهتم بمين؟ اهتم بموضوع مين استهلم؟ ده انا حافظه ورقه ورقه، ملف ملف، رقم رقم يا عيني. ميرسي خالص على اهتمامك. تصدقي حضرتك اني خلصته بايدي دي من جميع اقسام الاداره، من فوق لتحت للارشيف للقضابين، ما خليتش حته ملف حتى صم حافظه. 13 على 52 ريح، امال يستهلم؟ الله يرحم ابوك كان امير. هو كان اسمه ايه؟ ما علينا. دلوقتي معروض الملف بتاع حضرتك والله يرحمه باش مش تقبل تحت دماغه على السيد وكيل اول الوزاره عشان الاعتماد. ياي انا مش عارفه اشكرك ازاي يا استاذ رمضان. إيه لا شكر على واجب يا استهانم ولا يا فوزي. ايوه استاذ. لا خلاص مش عايزك، احنا كلنا تحت امرك. ميرسي خالص خالص. طيب ممكن اعرف اجي امتى واعرف امتى ان كان الموضوع خلص خالص امتى؟ لا حول. على كل حال يا استهانم ما تاخديش بالك، ثم ما تزعجيش نفسك، انا حاجة لحضرتك بنفسي واجيب لك شيك المعاش كمان بنفسي بدل ما تتعبي نفسك. وفي البوسطة اصله هيتاخر، فاحنا حاجه نفسي. الله اكبر الله اكبر. بعدين طب خد العنوان. لا ملوش لزوم، العنوان في الدوسيه حفظه وسم. طب احنا في انتظار حضرتك، تشرفنا في اي يوم. ويا ريت يعني تفطر عندنا كمان. الله تاني ده شرف عظيم، وفطار كمان. اورف وربك اورف وربك معايا اورف وربك. حرام يا حرام. استني استني لازم اوصلك لحد الليفت اللي هو الاسانسير. اتفضل. ميرسي. ايوه يا خبر استاذ رمضان. اهلا اهلا وسهلا، اتفضل. الله يزيد فضلك. اسف يا استهاني، هو في منتهى الخجل والله. ليه اكون جيت كده في وقت غير مناسب يعني؟ ما تقولش كده يا استاذ رمضان، خير الموضوع خلص؟ خلص ده انا خلصت عليه الموضوع وقبل الموضوع الحمد لله. كمان خلص وشيكو. يا 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 مش معقول، دي حاجة عظيمة خالص، أنا مش عارفة أشكرك إزاي. أرجوك يا استهانم. لا 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 شكر على واجب. تعرف إني كنت ناوية أفوت عليك بكرة ولا بعد بكرة. ودلوقتي بقى عن إذن حضرتك. لا 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 ما لسه بدري، المغرب لسه عليها كتير. لا يا دوب ابقي سلميلي على البيت. إيه يوصل. اتفضل يا أستاذ رمضان. اتفضل. إيه إذا استهانم؟ لا 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 دي حاجة بسيطة خالص. لا لا استهانم أرجوكي، لا لا ده مش معقول، ده لا أرجوك. إيه هو اللي مش معقول؟ هو أنت غريب؟ دي حاجة بسيطة كده، هدية مني عشان خاطر الأولاد. كتر ألف خيرك يا استهانم، ولو إني يعني. مع السلامة. الله يسلمك. لا وبعد كده قولوا عليا إني غلطان، سامحني يا رب. رمضان. في رمضان. اخراج علي حسن. صباح الخير يا استاذ كمال. صباح النور والفل يا ستي وسريه، فينك بقالك كام يوم ما حدش شافك؟ ما انت عارف رمضان بقى وقته ضيق، يا دوبك باجي واخلص شغلي. الله يقويكي. وزي الجماعه في البيت؟ بخير الحمد لله، بيسلموا عليك. الله يسلمك ويسلمهم. ويا ترى بقى عملتي ايه في الموضوع اياه؟ كل خير، ربنا يسهل. يعني في امل؟ ما انا قلت لك قبل كده اطمن اطمن خالص. اقول لك ايه؟ ربنا يبشرك بالخير. المهم انك تجهز نفسك على الاخر. اطمني، انا عامل حسابي تمام التمام، وكل ما بيفوت الوقت جيبي بيتقل اكتر. صباح الخير يا جماعه. صباح النور. عن اذنك دلوقتي يا استاذ كمال، بعدين نتكلم. طيب يا ستي مع السلامه. ايه الحكايه يا اخويا؟ مع السلامه. كانوا بيتكلموا واول ما شافوني بطلوا كلام، ليه يا ترى؟ كلش كانوا بيتكلموا عليا؟ ما افتكرش، لان موضوع القسم ما حدش عرفه لحد دلوقتي. تبقى الحكايه مال.
اخطف رجلك يا رمضان لغاية يسرية وهي هتقول لك كل حاجة. الله، ايه الحكاية يا ست يسرية؟ هو اذا حضرت الملائكة ذهبت الشياطين؟ ليه بقى يا استاذ رمضان؟ بقى ليه؟ ما البطلت كلام مع الجدع امين المخزن ليه اول ما شفتوني؟ ما سألتوش هو ليه؟ ما انت عارفة انا متخانق معاه من زمان وما بكلموش ابدا. احنا في رمضان ما قلناش حاجة، بس جدع امين المخزن ده ملوش امان. الله اعلم بالقلوب. افهم من كلامك انه ما جابش سيرتي معاك في حاجة؟ اي كلام هيجيب سيرتك بتاع ايه بس يا ست يسري؟ وانت لسه بتقول احنا في رمضان. الله، هتخبي عليا ليه؟ هخبي عليك ايه بس؟ بقى كده ايش حالي ما كنت زميلك قبل منه؟ ها، واكلين عيش وملح سوا. انا مش ناسية كده ابدا يا استاذ رمضان. امال مش عايزة تقوليلي اللي قالوا عليا ليه؟ لان سيرتك ما جاتش خالص. هنجيب سيرتك ليه؟ امال كنت بتوشوشوا على ايه؟ وبعدين وياك يا استاذ رمضان، بقى ده سؤال تسأله؟ اما والله دي نكتة غريبة عليك. ايه ده، وبتضحكي كمان؟ امال سكتوا ليه لما شفتوني؟ مش معقول، انت هتحاسبنا؟ بنتكلم في موضوع خاص يا اخي. موضوع خاص؟ موضوع عام، ايه الحكايه؟ هو الشغل فيه مواضيع خاصه يا استهاني؟ والله بقى ده مش شأنك. كده هو انا غلطان ان جيت اسالك. ايوه سوري بقى، انما احب اقول لك مفيش حاجه بتستخبى عليا ابدا عن اذنك. مع السلامه يا استاذ رمضان. عجيب الراجل ده. صباح الخير يا سعاده البيه. خير؟ في حاجه يا استاذ رمضان؟ والله يا سعاده البيه انا جاي اقول لسعادتك على موضوع خطير شويه. موضوع خطير شويه؟ قول. ها، فين؟ في الاداره هنا؟ ايوه يا سعاده البيه، بكل اسف. وايه هو الموضوع ده يا رمضان يا فندي؟ الموضوع يا سعاده البيه يتعلق بامين المخزن بتاع الاداره. قصدك كمال؟ هو في خير يا سعاده البيه؟ يظهر انه ولا مؤاخذه بيلعب بديله حبتين. وايش عرفك بقى انه بيلعب بديله حبتين؟ بصراحه يا سعاده البي، وصراحه الصراحه، انا لاحظت انه بيتصرف تصرفات مريبه شويه. زي ايه كده؟ يعني احيانا يجي قبل الموظفين كلهم. بس دي مساله عاديه. واحيانا اخرى يفضل في المخزن لوقت متاخر، ومتاخر جدا. ليه؟ ما اعرفش يا سعاده البي. تفسر التصرفات دي بإيه يا رمضان؟ أكيد يا سعادة البي وستك سيدي العارفين بيتصرف تصرفات مريبة شوية. وحد غيرك لاحظ اللي بتقول عليه ده يا رمضان أفندي؟ يجوز يا سعادة البي، إنما من المؤكد إن مدام يسرية عارفة كل حاجة. إيش عرفك؟ باستمرار يا فندم بلاحظ إنها بتسيب مكتبها وتيجي تقعد جنبه، ويقعدوا ولا مؤاخذة يا فندم يتودودوا ويتوشوشوا وكلام كده ما حدش فاهم بيقولوا إيه، وخصوصا لما يكون المكتب فاضي، وأول ما حد يجي يقطعوا الكلام وتسيبه وتروح مكتبها. أنا أشكرك جدا يا أستاذ رمضان على دقة ملاحظاتك. العفو يا فندم، ده احنا تلامذتك، ده انت استاذنا الكبير. ثم يا فندم، امانة الوظيفة وحرص الشديد على الادارة يقضيان ان انا ادي واجبي على الوجه الاكبر. مفهوم مفهوم. على كل حال يا رمضان افندي، انا مش عايزك تقول لحد انك قلت لي على اي حاجة، وانا هتصرف. مع السلامة. مناخير سيادتك زي الشمامة. في حاجة؟ لا يا فندم، الله يسلمك يا فندم، الله يسلمك سعادة البي. أعوذ بالله، أعوذ بالله، هي الأذية بقت مزاج عند الناس. إيه مالك يا أستاذ كمال؟ مالي إيه يا أخي؟ ده أنا حفرقع من جنابي، ما أعرفش مين ابن حلال. راح فقعني حتة زومبا عند المدير، خلاه يعمل لجنة مستعجلة لجرد المخزن بتاعي. الله الله، طب وأنت إيه اللي مضايقك في الجرد؟ ما تضايقش إزاي يا أخي؟ إذا كان المخزن بتاعي لسه مجرود من شهر واحد بس. اسمع، أنت مش مطمن إن كل حاجة مظبوطة وتمام؟ من ناحية دي أنا مطمن خالص. خلاص، ما تضايقش نفسك. إزاي بقى ما تضايقش؟ أكيد اللي عمل كده واحد في الإدارة. يا جدع يا جدع، ما تشغلش نفسك، بكرة يتكشف. صباح الخير يا عبد الله. صباح النور يا رمضان. عن إذنك يا أستاذ عبد الله، هنزل المخزن. مع السلامة. مسكين مسكين قوي الجدع ده. ايه ليه؟ ماله متضايق شويه كده من حكايه كده، يعني مش تمام. ايه يا عبد الله، انت هتخبي عليا؟ ما انا عارف البيرو غطايا راجل. ايه؟ عارف ايه بقى؟ عارف انه متضايق عشان جرد المخزن. فعلا المخزن اتجرد. ها،
وطلع في عجز كتير؟ لا لا لا، ملقوش اي عجز او زياده، كله تمام ومظبوط. معقول؟ مش ممكن يا عبد الله، ده لازما وحتما رش ولا مؤاخذه على لجنه الجرد. اسالني انا، ده واد العبان. يا راجل يا راجل، حرام عليك حرام عليك. هو انت ايه يعني؟ عشان زعلان معاه عايز توديه في داهيه وخلاص؟ وانا مالي؟ يروح في داهيه، يروح في الكازوزه، يروح في جهنم الحمراء كمان. اي على كل حال، اللي عمل كده لازم هينكشف. ها، وديك الساعه بقى تبقى فضحته في الاداره بجلاجل. تعال يا رمضان. ايوه سعاده بيه يا فندم. انت عارف انا بعت لك ليه؟ ساكت ليه؟ تكلمش ليه؟ اصلي مش واخد بالي يا سعاده البيه. سعادتك تقصد ايه ولا مؤاخذه؟ اقصد موضوع كمال امين المخزن، لحقت تنساه؟ لا ابدا، انساه ازاي يا فندم؟ ترى تقول لي بقى، ايه اللي خلاك تيجي وتقول لي على موضوع زي ده كاذب ومالوش اساس؟ مالوش اساس؟ مالوش اساس ازاي يا فندم؟ لاننا جربنا المخزن وما طلعش فيه اي عجز. معقول؟ مش ممكن يا سعاده البيه. معقول مش معقول. على كل، انا حولت الموضوع للشؤون القانونيه للتحقيق. يا سعاده البيه ده انا من فضلك، مش عايز كلام، مع السلامه. الله يسلمك يا سعاده البيه. بقى كل ده يطلع منك يا استاذ رمضان، عمل لك ايه كمال؟ يعني هو انا كنت بتبلع عليه ولا بتبلع عليه؟ دي اصلها خبره. تقصد ايه بقى بكلمه خبره دي؟ اقصد ان اللي عنده خبره، اللي زي حالاتي يعني، أيوة، يلعب زي ما هو عاوز ومحدش يكشف لعبه ابدا. يا راجل يا راجل، حرام عليك. انا ما كنتش افتكر ابدا انك بالشكل ده، اخص عليك كده. هو لك حق تقولي كده واكتر، ما هو سره كله معاك انت. سر ده ايه؟ مش تحاسب على كلامك شوية يا أخي؟ يا أخي افرض إن في بينهم سر، أنت مالك أنت؟ أنا مالي إزاي يا عبد الله؟ ده مكان عمله له حرمته يا أخي. يا سلام، وهو عشان ما قلتلكش على حاجة لما جيت تسألني تقوم تدعي على كمال بالشكل ده؟ وكل ده عشان زعلان منه؟ ما تحاولوش تلغولي عقلي، أنا متأكد إن فيه سر، وبكرة الأيام هتكشفه. وليه تستنى البكرة؟ ما احنا فيها هو، بعدين يجرى لك حاجة انا هقول لك. يا سيدي مالوش لزوم يا ست يسري. لا لازم اقوله عشان تبرد ناره ويبطل دسايس. السر اللي كنا بنتكلم فيه يا استاذ يا محترم، ان كمال اللي حضرتك بتتهمه هيخطب اختي، وما كناش عايزين حد يعرف الا في الوقت المناسب. ادي انت عرفت هديت نارك. اعترف انك غلطان غلطان بقى بعد ده كله وتقولوا علي غلطان؟ سامحني يا رب. رمضان. في رمضان. إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.